السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، مثل ما احنا عدنا الـ check box، في عدنا ايضا خلنا نعطي padding اول شيء. ويرك هذا container. اوكي، هذا بنجي من column. so هذا هنا موجود عندك control alt space، أحد يطلع لك مجموعة شغلات الـ values، false، super، icon. خلينا نجرب الـ check box، بعدين نشرح سالفة الـ spacing. فنيو هو ليس check box، شو كان اسمه؟ switch. عندك switch وعندك أيضا نفس الفكرة switch less tile. فـ switch نفس الحالة، هم يأخذ value، فليكن هذه المرة value 4، راح نصنعهم طبعا. وأيضا on change value 2 راح يكون on change value 4، لأن 3 محجوزة 4 والvalue هنا 4 بهذه البساطة. وممكن تستخدم نوع list. تمام، هنا الـ value راح يكون 5 والـ function 5 بهذه الصورة. لكن ليش هنا ظهر؟ اوكي، لأنها ما حاطين فارزة الآن. تمام، value 4 value 5 ممكن إضافتهم في الأعلى. هنا عندك 3 2 3، ممكن تكرارهم، مجرد تكتب هنا 4 وهنا تكتب 5، فراح يكون false، الـ 5 راح يكون true. نفس الفكرة بالنسبة للفانكشنات. اوكي، هذا الـ void. اوكي، تمام، فممكن نعمل هنا للـ 4 والـ 5، 4 5، فهذا مجرد نكتب له 4، هذا مجرد نعمل له 5، هذا مجرد نعمل له 4، هذا نقول له 5. تمام، خننزل للأسفل. بالأسفل عندك هنا الـ value، ممكن إضافة شغلات أخرى إلها. يعني على سبيل المثال هذا نقدر نعمل له Enter، هذا أيضا نعمل له Enter، هذا نعمل له Enter، هنا نقول له فارزة Enter، Control Alt Space. لاحظ الـ Active Color، أيضا أقدر أضيف له Color، Colors dot البرتقالي، و Control Alt Space. في عندك الـ Secondary، نقدر باي ذا واي نقدر ناخذ منها انا. اوكي، اوبس، كوبي بهذه الصوره. ممكن تضع على كنترول الت سبيس تايتل وسب تايتل، فنقدر ناخذ التايتل منها والسب تايتل ايضا نفس الشيء، يعني نفس فكره الاعلى. تمام، ممكن تعمل تيست لكل الاتريبيوت على فكرة، يعني اي تكست عندك ممكن تعمل اتريبيوت خاص بيها. بلس هذا ايضا تقدر تضيف له ستايل على فكرة، كنترول الت سبيس. لاحظ في عندك ستايل، في الستايل ممكن تحدد اي شيء، كنترول الت سبيس، لاحظ تكست ستايل هنا. اذا ستايل راح يحتاج نيو تكست ستايل، التكست ستايل كنترول الت سبيس، لاحظ الكلر، الفونت سايز، طبعا هنا انا دبل فونت سايز 23.0 على سبيل المثال، وخصائص اخرى تقدر تضيفها هي السويتش. بس خلينا نعمل هنا رن ونشوف. اوكي، لاحظ نضاف عندك هنا السويتش اللي هو فولس. خلينا نتاكد 3 كان فولس، 4 عفوا، ال 4 كان فولس، ال 5 كان ترو. فانا لاحظ كليك، هذا طبعا الديفولت لون ازرق، بس هذا احنا غيرناه. فهنا تعمل كليك 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 كليك، لاحظ هذا كله يعتبر سويتش. اوكي، نفس هذه الحاله، لكن هذا سويتش، اما هذا تشيك بوكس. اوكي، فتقدر تعمل كثير اشياء على فكره، يعني انت مجرد تشوف الخصائص وعن طريق الكنترول الت سبيس تكتشف كثير من أمور موجودة، وتكست ستايل وإلى آخره من أشياء.
حقيقة تقدر تعملها في موضوع تغيير الفونت، التكست، الفاليو، أي شيء أنت تقدر تعملها مجرد إنه خلينا نقول كليكات بسيطة على سبيل المثال. أوكي.